السلام عليكم، معاكم سيد من كلية أبدو أستمتع. النهاردة بنتكلم عن موضوع من الموضوعات إن شاء الله اللي هتفيدكم جدا، وهو موضوع السمارت تي في. السمارت تي في اللي هو التلفزيون الذكي اللي أنا بوصله بالإنترنت وأقدر أتفرج بيه على اليوتيوب وأقدر أربطه بالشبكة الداخلية للبيت اللي أنا فيه أو للشركة أو أي مكان أنا موجود فيه. ولكن دلوقتي في تلفزيونات مش سمارت، يعني ناس كتير عندها تلفزيون ما شاء الله امكانياته حلوه وكبير وكل شيء، ولكن التلفزيون نفسه مش سمارت. اعمل ايه في الحاله دي؟ هل اتخلص من التلفزيون خالص ارميه، ولا ابيعه برخص التراب زي ما بيقولوا؟ لا، عندي النهارده فكره جميله جدا تحيي بيها التلفزيون القديم وتحوله الى سمارت تي في، بل احسن من السمارت تي في، اللي هو اسمه التي في بوكس او الاندرويد بوكس. هوريكم دلوقتي ايه هو شكل التي في بوكس او الاندرويد بوكس، واعرفكم ازاي يشتغل. خليكم معايا. هو ده التي في بوكس او الاندرويد بوكس. هتلاقي مكتوب عليه تي في بوكس وبيكتب عليه الماركه بتاعته، او في بيتكتب ساعات احيانا اندرويد بوكس او اندرويد تي في بوكس. تمام، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن اندرويد كامل، سيستم اندرويد كامل، وفي امكانيات زي التليفون، بل انا عن نفسي شخصيا بيكون ده احسن من السمارت تي في في اوقات كتير جدا. ليه؟ اولا هو بينزل عليه جهاز كامل للاندرويد، نظام الاندرويد كامل، وبنلاقي فيه فتحات يو اس بي، وبنلاقي فيه فتحه سيم كارد اللي هو الميموري كارد عفوا، وبنلاقي فيه حتى واير للانترنت لو انا عايز استخدم الانترنت، وطبعا هو بيكون مجهز بالواي فاي، يعني تقدر كمان تشغل عليه الواي فاي. بس ليه انا بقول ان ده احسن من السمارت تي في؟ اولا امكانياته فليكسبل جدا جدا، اقدر احط فلاشه فيها البرامج اللي انا عايز انزلها، وطبعا انا في فيديو اخر هعرفكم ازاي اجيب برامج الاندرويد واحطها على فلاشه وسطبها على التي في بوكس. خليكم معايا وهوريكم شكل جديد من الاشكال اللي تقدر تحول التلفزيون العادي الى تلفزيون سمارت. طبعا اللي انا جايبه ده دلوقتي ده اسمه كروم كاست. في ناس بتتلخبط ما بينه وما بين اللي انا وريته لكم دلوقتي اللي هو التي في بوكس. الكروم كاست دوت ما فيهوش سيستم اندرويد كامل زي اللي انا وريته لكم، دوت بيعمل كاست فقط للتلفزيون وينقل الحاجه اللي موجوده على التليفون الى الشاشه اللي موجوده عندك، شاشه التلفزيون الكبيره. طبعا مش لازم يكون هو سمارت، اي تلفزيون عادي بيتركب دوت، ودوت بيتوصل بالواي فاي بتاع اللي في البيت عندك، ويقدر بعد كده يلقط شاشه التليفون وتقدر تسجل الشاشه، لو انت في صور تقدر تعرضها، لو في فيديوهات تقدر تعرضها، ولو في يوتيوب كمان تقدر تعمل له كاست للتلفزيون. فدلوقتي انا دلوقتي عندي الكروم كاست، وعندي دلوقتي ده التي في بوكس. هوريكم دلوقتي الشاشتين والفرق ما بينهم، وان شاء الله هتستفيدوا جدا من الشرح النهارده. اهو عندي اهوت ده التي في بوكس، طبعا شاشته شبيهه بالسمارت تي في، ولكن هو افضل زي ما قلت لكم من السمارت تي في، ان هو فليكسبل جدا، اقدر اتحرك بسهوله في وسط البرامج، طبعا بقدر اجيب برامج كتيره من خارج حتى البلاي ستور، واقدر اعمل لها سيت اب. تمام، واقدر تمام طبعا عادي، يعني اللي عندنا كمان اليوتيوب اهو قدامي، اقدر اخش على اليوتيوب واحط الاكونت بتاعي واخش على الفيديوهات بتاعتي، منتهى السهوله جدا جدا في الحركه. وكمان عندي الريموت، بيجي معاه ريموت، وفي نوع منهم بيجي معاه حاجه اسمها اير ماوس، عباره عن ريموت زي الماوس، بيتحرك كده هو الطائر على الشاشه، جميل جدا، بيديك سهوله كبيره جدا في الحركه. هنا قدامنا الجوجل كاست او الكروم كاست، دوت بيستخدم نظام الكاستنج فقط عن طريق برنامج بنزله من على الاندرويد من على البلاي ستور اسمه جوجل هوم، بقدر اوصل الجهاز بالنتورك اللي عندي بالواي فاي. تمام، وبعدين اعمل بيه كاست سواء للصور او الفيديوهات اللي على الجهاز او حتى باليوتيوب. بس هو ما فيهوش سيستم اندرويد كامل، يعني ما اقدرش انزل عليه برامج، ما اقدرش اشيل واحط البرامج او اعمل تنزيلات او هو يشتغل لوحده، لازم يشتغل عن طريق التليفون اللي متوصل بالواي فاي، والتليفون هو اللي يديله الحاجات اللي يعرضها على الشاشه. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم بالشرح النهارده، وعرفنا الفرق ما بين السمارت تي في والكروم كاست والتي في بوكس. اشكركم، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب، وان شاء الله نشوفكم في حلقات قادمة، والسلام عليكم.